للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين ومنيبين. اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد. والنهاردة كنت بفكر في الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إحنا خليفة الله في الأرض، الإنسان، كلمة الإنسان. قعدت أدور لقيت أن كلمة الإنسان ذكرت في القرآن 58 مرة، وآيات كتير قوي ذكر فيها الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفة، إن الإنسان لظلوم كفور، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في نفس الوقت لقيت في مقولة بتنسب لسيدنا علي رضي الله عنه: اعرف نفسك تعرف الله. بس مع البحث لقيت ان المقولة دي أقدم من كده ومنسوبة لناس تانية. في مقولة تانية: ان تعرف نفسك فقد ملكت الحكمة، او أن تعرف نفسك هي بداية الحكمة. يعني إيه أعرف نفسي؟ أنا عارفة أن أنا إنسان مخلوق من لحم ودم والكلام ده كله، بس كلمة أعرف نفسك. وتلاقي علماء النفس والحكماء بيقولوا لنا أن التغيير وإصلاح الذات بيبتدي بمعرفة الذات أو بمعرفة النفس. فالنهاردة بقى قررت ان انا افهم يعني ايه نعرف نفسنا كإنسان. من البحث توصلت الى ان معرفة الذات بتتعلق بعناصر معينة هي اللي بتشكل هويتنا. وإحنا عايشين حياتنا اليومية العادية، لو دورنا على الأدلة دي أو العناصر دي اللي بتشكل هويتنا هنقدر نفهم ذاتنا، وهي دي هي اللبنات المكونة للذات. بس لازم نفكر، ليه أنا لازم أعرف نفسي؟ ليه الحكماء بيقولوا لنا اعرف نفسك، know thyself؟ تكلم حد مثلا من الكبار لو انت شاب يقولك be yourself، كن نفسك. ايوة يا جماعة، يعني ايه؟ فتعالوا نشوف الاول فوائد ان انا اعرف نفسي، اعرف ذاتي. اول فايدة اعتقد انها متعلقة بالسعادة، لان لما اعرف نفسي هقدر اعبر عن هويتي
بشكل احسن، بشكل اصدق، هقدر اعرف انا عايز ايه، فبالتالي ما ضيعش وقتي وجهدي في التدوير على حاجات تانية. وده كلها حاجات هتخليني احس بقيمتي، واخلي افعالي الخارجية وكلامي متوافق مع اللي انا حاسه جوايا. واعتقد ان ده هيزود السعادة والرضا في حياتنا. تاني سبب بقى متعلق باتخاذ القرارات. ما هو لما اعرف نفسي وذاتي هعرف ايه اللي بفضله، ايه اللي متوافق اكتر مع طباعي او نزعتي الشخصية. لما اعرف نفسي هعرف اخد قرارات صح. لما اخد القرارات الصح هقدر انفذها، هقدر انجح اكتر. والقرارات دي تشمل حاجات بسيطة خالص، يعني في محل وبنائي، يا ترى الجاكيت ده احلى ولا ده احلى، يا ترى اللون ده احسن ولا ده احسن، لغاية قرارات بقى مصيرية. مين هيكون شريك حياتي؟ مين اللي هقضي باقي حياتي معاه؟ ايه الكارير اللي هختاره لنفسي؟ يا ترى ايه الهدف الاسمى لحياتي؟ وهيكون عارفين بالظبط لما نجيب جهاز جديد ويبقى معاه كتالوج، هيبقى معايا كتالوج افهم بيه نفسي، وبالتالي اقدر احل مشاكل حياتي بشكل يناسبني انا، مش استنى اللي بيمليه عليا الاخرين. تالت فايدة من فوائد ان انا اعرف نفسي واعرف ذاتي هو ان انا هقدر اتحكم في نفسي. جزء كبير من معرفة الذات ان احنا نفهم ايه اللي بيحفزنا، ايه اللي بيشجعنا، ايه اللي يخليني اقوم وما اعملش حاجة فيها كسل او بحبها او سهلة عشان اعمل حاجة صعبة بس فايدتها اكتر بالنسبة لحياتي. ايه العادات السيئة اللي لازم اتخلص منها؟ ايه العادات الكويسة اللي لازم انميها؟ هيبقى عندنا البصيرة اللي هتبقى عاملة زي البوصلة كده، اعرف ايه قيمي، ايه اهدافي، وده هيقوي ارادتي جدا، وبالتالي خليني اتحكم في نفسي بشكل اكتر. اما الفايدة الرابعة بقى اللي هتعود علينا من معرفة ذاتنا هو ان احنا هنقدر نقاوم الضغوط الخارجية. لما بقى عارف ايه قيمي، ايه الحاجات اللي انا بؤمن بيها، ايه تفضيلاتي اليومية، انا بفضل ده عن ده، انا برتاح لده عن ده، ساعتها اقدر اقول ايوه انا هلتزم بكذا وكذا وكذا، او لا انا ما اقدرش اعمل كذا وكذا وكذا، فبالتالي مش هبقى عرضة للضغوط الخارجية كل واحد يملي عليا اللي هو عايزه. اما النقطة الخامسة بقى في فوائد معرفة الذات او معرفة النفس هو التسامح وفهم الاخرين. ما هو في رحلتي للبحث عن ذاتي ومعرفة ذاتي هقدر برضو افهم الناس اللي حواليا بيفكروا ازاي، عارفين الضد بالضد يظهروا، انا بفكر في هذا الاتجاه، الشخص الاخر بيفكر في الاتجاه التاني، هقدر افهم هو جاي منين. او مثلا شخص احنا الاتنين متفقين في امر معين، برضو هقدر افهم هو جاي منين، وده بيخليني اكثر تعاطفا مع الاخرين. وفي نفس الوقت بأدرك الغلط فين، أخطائي فين، أنا غلطت فين لما تكلمت مع هذا الشخص بالطريقة دي، ليه ما قبلش كلامي بالشكل ده مع إن فلان قبل الكلام ده. فهقدر أسامح اللي حواليا وأتعاطف معاهم وأقدر أفهم يعني ليه هم كده.
النقطة الأخيرة برضو اللي توصلت ليها معرفة الذات هو الاستمتاع بالحياة. غريبة مش كده؟ لا أبدا. لما تبقى على طبيعتك، لما تبقى بتعمل اللي انت بتحبه، لما تبقى حاسس ان انت مش مضغوط او محتاج ان انت تمثل شخصية تانية، ده هيخليك تحس بالحياة جميلة وممتعة، وان انت يعني عايشها مش مجبر ولا منضغط. ودلوقتي تعالوا نشوف ايه هي اللبنات المكونة للذات عشان نقدر نفهم أنفسنا. العلماء حددوا كتل بناء، طوب لبنات هي اللي بتكون الذات، وهي القيم أو المنظومة الأخلاقية اللي بنؤمن بيها، الاهتمامات، الطباع، إيقاعات جسمنا البيولوجية، مهمتنا في الحياة والأهداف اللي بنسعى ليها، وأخيرا نقاط القوة اللي فينا أو المهارات. تعالوا نبتدي بالقيم أو المنظومة الأخلاقية. يعني ايه قيم؟ يعني ايه منظومة أخلاقية؟ يعني الدلائل اللي او القواعد اللي بنبني عليها قراراتنا، المحفزات اللي بتحفزنا للسعي لتحقيق هدف ما، الامور اللي بنؤمن بيها، زي مثلا مساعدة الآخرين، ان انا اكون في عون الآخرين دي قيمة، ان انا مثلا ادي قيمة كبيرة قوي للابداع، يكون مبدع، او ان انا مثلا اكون مدي قيمة كبيرة قوي للصحة، صحتي مهمة قوي في حياتي، او مثلا ان انا اكون مستقر ماليا ومستور، يعني بيسموها الامن المالي زي كده، واحد عنده الامن الغذائي والامن الصحي والامن بشكل عام، ان انا محدش يعتدي عليا ولا يعني يعورني ولا يخبطني ولا يجي يسرق حاجة مني، في برضو الامن المالي. كل دي امور بتشكل قيمنا والمنظومة الاخلاقية. فلما نبقى عارفين ايه القيم، والقيم جاي من قيمة، حاجة ليها قيمة، يعني ليها قدر كبير، شيء بأؤمن انه له قدر كبير في حياتي، لما اعرف ايه اللي له قدر كبير في حياتي هقدر يعني ان انا اعمله كل يوم. لو مثلا صحتي ليها قدر كبير في حياتي مش هعمل حاجات تضر صحتي. فبالتالي القيم دي هي بتكون الدوافع اللي بتخلينا مستمرين في الحياة بشكل كويس، مش محتاج الناس اللي حواليا تشجعني، ايه يلا برافو، يلا يا بطل، يلا يا بطل، مش مهم، انا من جوايا تشجيعي جاي من جوايا. اللبنة التانية اللي بتشكل هويتنا وذاتنا هي اهتماماتنا. ايه الحاجات اللي بنهتم بيها؟ ايه الحاجات اللي بنحب نعملها؟ ايه الحاجات اللي بنحب نقرا عنها؟ وده سهل قوي ان احنا نعرفه. شوفوا كده بتعملوا ايه كل يوم، حتى يعني بدون وعي، تبص تلاقيه كده منخرط في القراية عن حاجة معينة او في الفرجة عن شيء معين. ايه اللي انت بتحبه؟ ايه اللي بيلفت انتباهك؟ اسأل نفسك ايه الحاجات اللي بتاخد بالك منها خلال اليوم؟ ايه الحاجات اللي لو جت تحت ايدك ورقة مكتوب فيها كلام عن هذا الشيء اللي انت بتحبه،
يبقى سهل عليك ان انت تاخد الورقة دي ولا الكتاب ولا المجلة وتقعد تقراها. ايه الحاجة اللي ممكن تفضل مركز فيها من غير ما تحس ان انت متضايق ولا مقتنق؟ يعني مثلا زمان وانا صغيرة كنت احب قوي الفيزياء، فكان ممكن اقعد اقرأ في الفيزياء ومش بس كده، اقرأ القصص اللي ورا الاكتشافات العلمية الفيزيائية. في نفس الوقت مثلا ما كنتش بحب الكيمياء والاحياء، ما كانوش كنت بذاكرهم وكنت بنجح فيهم وكنت بجيب درجات كويسة، بس ما كنتش بحبهم، ما كنتش بتخيلهم في دماغي. الاحياء دي بالذات لما كنت بتخيلها كنت بحس يعني كأن انا في فيلم رعب. فدي حاجة ممكن تخلينا نعرف يا ترى ايه اللي ايه هي اهتماماتنا. اذكر ليا صديق اتخرج دكتور عظام، فمرة بكلمه بقول له انت حبيت من امتى ان انت تبقى يعني دكتور، وش معنى عظام؟ فقال لي انا وانا صغير اتكسرت رجلي، وانا عندي 11 سنة اتكسرت رجلي، ورحت الطوارئ وجبسوا لي رجلي والكلام ده، ودخلت الطوارئ وسط الناس المكسرين والمدشدشين والمضحضحين واللي حالتهم حالة. بيقول لي بقى حصل عندي هوس بالعظام وتركيبة العظام وإيه اللي بيحصل لما يتكسر والكلام ده، فحطيت في دماغي من وانا عندي 11 سنة انا لو كبرت وبقيت دكتور هبقى دكتور عظام. وفعلا اللبنة الثالثة من لبنات هويتنا هي الطباع، طباعنا. وعارفين طبعا المثل الشهير اللي بيقول الطبع يغلب التطبع، والطبع هو القالب بتاعنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا بيه. التفضيلات الفطرية اللي بتصدر عننا اللي احنا مش عارفين هي جاية منين. ويمكن أقرب حاجة يعني وصفت أو إدت طريقة لقياس الطباع هو تحليل الطباع لماير بريكس. مايرز بريكس هما اتنين من السيدات، أم وبنتها، وعملوا هذه الأداة بناء على كتاب من كتب أو نظرية من نظريات العالم النفسي كارل يونغ. وأنا بصراحة كنت مهتمة جدا جدا بالموضوع ده، لأنه كان يعني أداة من الأدوات اللي كنا بنستخدمها في التعيينات وتحفيز الناس والقيادة والناس اللي بنشتغل معاهم. وهذه الأداة بتقسم الطباع لمجموعات، أهمها مثلا الانطوائية مقابل الانفتاح. يعني إيه؟ الانتروفيرتس والاكستروفيرتس. في ناس بطبعها بتحب الناس، بتحس انها يعني عندها طاقة لما تقعد مع الناس وتحكي وتقابل ناس جديدة وتروح اماكن جديدة، وطاقتها بتستمدها من العالم الخارجي. في المقابل في اخرين لا، بيستمدوا طاقتهم من داخلهم، من العالم الداخلي، ودول يعني للأسف بنقول عليهم انطوائيين، كأنه عيب من العيوب الشديدة، وهو مش عيب ولا حاجة، هو ده طبعه. الكاتيجوري التاني أو الفئة التانية هي اللي بيحب التخطيط والنظام، واللي بيحب العفوية والتلقائية. في ناس تحب تحط كل حاجة في خطة، في ناس بتحب المواعيد، في ناس بتحب ان كل حاجة يكون لها مكانها، وفي ناس تانية طبعها كده ان هي ما تحبش القيود، ما تحبش الروتين، ما تحبش الخطط. يحط خطة مليون مرة ومش عارف يمشي عليها، لان هو ده طبعه. الفئة التالتة هو بتاخد قراراتك بناء على ايه؟ في ناس بتاخد قراراتها بناء على المشاعر،
في ناس بتاخد قراراتها بناء على الحقائق intuitive ولا sensing. يقول لك ايه، انا حاسس كده من جوايا ان الموضوع ده وحش، او تلاقي مثلا حد فينا يقول يا سلام انا قلبي منشرح، لكن في المقابل في اشخاص تانيين لازم يحسبوا كل حاجة. هو ما يقدرش ياخد قراره الا اذا جاب كل حاجة، 1 2 3 4. الفئة الرابعة هي مثلا الناس اللي بتحب التفاصيل، تلاقيه دقق في كل كلمة، هو قادر عنده القدرة على دي. وفي في المقابل الناس اللي هي تشوف الصورة كاملة. فالطباع دي لما اعرف انا طباعي ايه، اقدر اعرف انا محتاج مساندة في ايه بالظبط. يعني مثلا تعالوا نشوف الناس اللي هي بتاخد قراراتها بناء على المشاعر. يقولك انا حاسس ان الامر ده كويس، انا عارفة عن نفسي ده، اساند نفسي ازاي بقى، ده طبعي مش هقدر اغيره، لكن اخد خطوة واعية ان انا اجمع حقائق عن الموضوع ده، والحقائق دي اشوف اذا كانت هتساند الاحساس اللي انا حاساه داخلي ده ولا هتعرضه. في مثلا الناس اللي هي بتحب التفاصيل، ممكن يشتغل في شغلانات معينة، يشتغل مثلا في التدقيق، لكن ما يشتغلش مثلا في السيلز في المبيعات. او شخص اللي هو اللي بيقال عليه انطوائي ده ممكن يشتغل في المكتب، لكن ما تديلوش شغلانة ان هو لازم يروح يقابل عملاء وناس ويقابل 4 5 زباين في اليوم، واحيانا بقى اللي هم الناس اللي بتشتغل في اماكن معينة ممكن يقابل 200 300 عميل في يوم واحد، ده يتخنق. لكن لو حطيت واحد طبعه انه بيحب الناس يبقى مبسوط جدا. فلما نعرف طباعنا نقدر نعرف ناخد قراراتنا بناء على ايه. اللبنة اللي جاية لبنة لطيفة خالص، هي ان احنا نعرف ايقاعات جسمنا البيولوجية. يعني على مدار اليوم بحب اعمل ايه امتى. تخيلوا ده له تأثير كبير قوي 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 على جودة حياتنا. يعني مثلا لو انا شخص نشاطي العقلي كله في الصباح، يا سلام، ذروة طاقتي العقلية في الصباح هي دي الوقت، هو ده الوقت اللي انا اعمل فيه حاجة بتستدعي ان انا افكر واركز والكلام ده كله. ولو نشاطي بالليل يبقى هو ده الوقت. عشان كده كان في مثلا واحنا في الدراسة في ناس تحب تذاكر بالليل تطبق بالليل، انا ما كنتش اقدر كده. انا ممكن اصحى الفجر واذاكر الفجر عشان هو ده وقتي. طبعا بيظهر هذا الموضوع جليا في مسألتين، الشغل والزواج. في الشغل لما تروح الصبح وانت مش قادر وتعبان ومخك مش مركز ووظيفتك صباحية لازم تركز فيها، طبعا بيبقى صعب خالص. الحاجة التانية لما تبقى مرتبط بشريك حياة، ايقاعاته البيولوجية مختلفة عن ايقاعاتك البيولوجية. انا زوجي مثلا بيحب يسهر بالليل ويشتغل بالليل، ويبقى بالليل ده وقت يعني نشاط بالنسبة له، انا بالعكس انا بالنهار هو ده وقت النشاط بتاعي، بالليل انا يعني كنت من الساعة 10 خلاص خلاص يا جماعة الحلم هيشتغل لازم اقفل كل حاجة وانام. فما تعتبروش اللي هو الايقاعات البيولوجية او الايقاع الحيوي لجسمنا ده شيء تافه مقابل الحاجات الكبيرة بقى زي منظومة القيم والأخلاق والكلام ده. ده مهم جدا جدا ان احنا نعرف طاقتنا الطبيعية ايه، دورة حياتها على مدار اليوم، عشان نوفق حياتنا على حسب هذه الطاقة. نيجي بقى للبنة التالية وهي مهمتنا في الحياة. ايه الاهداف الاسمى، الاهداف اللي ليها مغزى عميق.
اللي ليها أهمية كبيرة في حياتنا. على مدار حياتي المهنية وشغلي في المؤسسات والمنظمات والتدريب والمنتورينج لناس سواء كبيرة أو صغيرة، ناس كتيرة قوي كانت تيجي. وعلى فكرة ده مش مرتبط بالسن، مش الصغيرين بس اللي كانوا بيجولي حيرانين نعمل ايه. في ناس بيبقى عندها 40 و50 و60 سنة ولسه بتدور على انا ايه هدفي في الحياة. فانا فاكرة يعني سيدة كنت بتكلم معاها، وكنا احنا الاتنين بنشتغل في ادارة المشروعات في مستشفى، يعني شغلنا بعيد شوية عن التعامل مع العيانين والمرضى والكلام دوا، لان احنا في ادارة المشروعات. وزميلتي دي جت ويعني بتقول ان هي قد ايه مش مرتاحة دلوقتي، وانها بتفكر في حاجة اكبر من كده وحاجة اعمق من كده. في الفترة دي كان والدها يعني تعبان شوية وخلاص، يعني هو في دار للمسنين وراحت كانت بتعتني بيه بشكل يومي، وهي هناك معاه في دار المسنين بقت تاخد بالها من النزلاء التانيين وتضحك معاهم وتتكلم معاهم. فجت في يوم وهي واخدة قرار فظيع ان هي تروح تشتغل يعني شبه بنص مرتبها في دار مسنين وتسيب شغلها في إدارة المشروعات، لأنها فجأة حست إن هو ده ممكن يكون الميشن بتاعتها، المهمة بتاعتها، هدفها الأسمى في الحياة. مع إنها كانت يعني عدت 40 بكتير، أعتقد إن هي كانت في 50 من عمرها. فلما نعرف إيه الحاجة اللي أنا بأتوق ليها في حياتي، الحاجة اللي ليها مغزى كبير، أقدر أوجه حياتي بشكل يتوافق مع اللي أنا حاسس بيه من جوه. وعلى فكرة هذا الهدف السامي ممكن يتغير من فترة لفترة، يعني الواحد وهو صغير بيبقى عايز يبني نفسه مثلا، هو ده أهم حاجة عنده. يكبر شوية تلاقيه عايز يبني كوادر تحت منه، عايز يبني قيادات تحت منه، عايزة أنجح شركتي، عايزة يبقى في حاجة يعني كبيرة أقدر أقدمها للعملاء بتوعي وللناس اللي أنا بخدمهم. أكبر أكتر من كده وأقول لا، ده أنا عايزة صوتي وهدفي يوصل لناس أكتر، وحتى ممكن تكون ناس ما تعرفنيش أو بعد موتي كمان. فكل فترة بيختلف السبب اللي بيخلينا حاسين قيمة بقيمة لحياتنا. اللبنة اللي هكلمكم عنها دي مهمة قوي قوي قوي، هي ان احنا نعرف نقاط القوة فينا، وده بقى يشمل القدرات، المهارات، المواهب. ومحدش يقول ما عنديش، انا مش موهوبة في حاجة، لا، فيه كل الحكاية ان احنا بنبقى محتاجين ندور عليها. في كمان صفات شخصية بتبقى من نقاط القوة فينا، هي صفاتنا الشخصية، زي مثلا احترام الاخرين، زي مثلا قيمة حلوة قوي، حب التعلم، زي ناس مثلا عندها ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي. كل دي امور بتندرج تحت نقاط القوة اللي فينا، نقاط قوتنا الشخصية. فلما نعرف هذه النقاط أبقى واثق في نفسي عشان أنا عارف أنا إيه، ولما أعرف نقاط القوة اللي فيا يزيد كمان احترامي لنفسي. لما حد يجاملني ويديني مجاملة ما حسش ان هو ايه ده ايه ده، لا 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 ده انا مش كده، لا انا كده، شكرا شكرا على الكلام اللطيف. ولما اعرف المهارات اللي هي اللي فيا اقدر اشتغل في الحاجة اللي انا بحبها،
وما روحش اشتغل في حاجة انا ضعيف فيها، وافضل يعني استراجل طول حياتي، اعاني طول حياتي عشان انا مش قوي في هذا الامر. دايما نسمع خليك صادق مع نفسك، بس مش ممكن هنكون صادقين مع انفسنا الا اذا عرفنا نفسنا. ما هو لما اعرف نفسي هعرف اصدق مع نفسي. وفي نقطة هنا لازم يعني اكد عليها، ان احنا بنتغير باستمرار، وان احنا بننمو باستمرار، وبنغير ارائنا باستمرار، لاننا بنتعلم. الانسان كائن متعلم، على طول بيتعلم بيتعلم بيتعلم. والتعليم مش التعليم اللي في المدرسة، لا، التعليم اللي في الحياة. الصدق مع انفسنا بيحمينا لما نكون في مجتمع قيمه مختلفة عن القيم بتاعتنا، فنقدر ان احنا نتصرف بناء على القيم اللي احنا شايفينها. معرفة انفسنا كمان هيحمينا من التشتت. انا مش عارف انا يمين ولا شمال، انا فوق ولا تحت، انا كده ولا كده، انا ابيض ولا اسود. لما نعرف انفسنا مش هبقى حاسس بهذا التشتت. فلازم ناخد وقت، على فكرة لازم ناخد وقتنا، ولازم نفكر ونشوف الدلائل والعلامات واللبنات اللي هي اللي انا كلمتكم عنها. ساعتها تقدر تعرف نفسك حتة حتة كده، فصصها كده بالراحة حتة حتة. طيب نعرف نفسنا ازاي؟ في حاجات معينة لو ابتدينا نلاحظها هتقدر تساعدنا على ان احنا نفهم انفسنا. يعني مثلا ايه نوعية المجاملات اللي بنتلقاها؟ المجاملات اللي بنتلقاها دي بتكون دليل على تأثيرنا على الآخرين، وبالتالي ممكن نشوف ايه نقاط القوة اللي انا فيها. كمان ان احنا نشوف حالتنا العاطفية، وحالة بيسميها علماء النفس حالة التدفق. يعني ايه؟ يعني تخيل ان انت راكب مركب في نهر وماشي مع التيار، مفيش مقاومة، غير لما تبقى ماشي عكس التيار يبقى فيه مقاومة. وللأسف في مجتمعنا ماشي عكس التيار دي بتتاخد يعني انالوجي بيربطوه بان انت يبقى اللي حواليك ماشيين في اتجاه وحش مثلا وانت ماشي كويس. مش هو ده اللي انا بتكلم عنه. تخيلوا مثلا سفينة ماشية في البحر واتجاهها هو نفس اتجاه الريح، شوف القوة اللي هتمشي بيها السفينة دي قد ايه. فشوف انت امتى بتبقى في هذه الحالة، لما يبقى اتجاه السفينة سفينة حياتك في نفس اتجاه الريح فتبقى حاسس بالقوة، لما تبقى ماشي مع اتجاه التدفق في امر ما بدون ما تبقى متضايق متأزم حاسس ان انت ايه ده، انا في وادي والدنيا كلها في وادي. هي دي نقاط القوة بتاعتك، هي دي الطباع اللي ربنا خلقها فيك، هي دي اللي تاخدها وتفنطها عشان تعرف نفسك. حاجة تانية كمان تساعدك على ان انت تعرف نفسك هو ان انت تلاحظ افكارك وايه اللي بتفكر فيه، وبتفكر في ايه امتى، وفي وجود اشخاص مين، في وجود مين. لما تعرف افكارك هتقدر تعرف ذاتك. الحاجة التانية كمان انك تفكر في اخطائك، انت بتغلط في ايه، ايه اخطائك المتكررة وايه اسبابها. مش عشان تجلد نفسك وتعذب نفسك، لا، لكن عشان تعرف ايه الطباع مثلا الاساسية اللي عندك، ايه قيمك، وليه انت غلطت هنا. هل عشان كنت في موقف مخالف لقيمك الحقيقية؟ هل كنت في موقف مخالف لطباعك اللي ربنا خلقها فيك؟ ودي يمكن تندرج تحت عقلية النمو اللي هي الجروث مايند سيت. انا كل يوم بتعلم، واكبر
واهم طريقه اتعلم بيها هي ان انا اعرف اخطائي واسمع للاخرين اللي حواليا بيقولوا ايه عني، بيقولوا لي ايه، بينصحوني بايه، من غير ما اسمح لحد ان هو يشكل حياتي. هنا هو انا مش هو ان احنا نسمع للاخرين، ده بالعكس انا لسه بشجع ان احنا نخرج من ضغط الاخرين، ولكن عشان نعرف كانهم بيدوني فيدباك عن انا ايه، بقول لايه وبقول لا لايه. و نستخدم الـ يعني المعلومات اللي بتجيلنا من الآخرين في تعزيز نمونا إحنا. وختاما ندعو الله معا أن يصلح أنفسنا وأن يهذب ذاتنا. ربي تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل السخيمة من قلوبنا. اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أرجو أن تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. أنا استمتعت قوي وأنا بتكلم معاكم. أشوفكم بكرة إن شاء الله.